كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم. الصحابة يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطمعون ببركة النبي لهذا الطفل المولود، فيبرك عليهم يعني يضع يده على رأسهم ويدعو اللهم بارك فيه اللهم بارك له وهكذا، ويحنكهم صلى الله عليه وسلم يأخذ شيء من الحلوى ويضع في فمهم، وكأنه أول طعام يأكلون من ريق النبي صلى الله عليه وسلم ممزوج بالفم الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. نعم.